ارحب بحضراتكم مره تانية. في اماكن كده بنروحها اول ما ندخل فيها نحس اننا احنا نفسنا دخلنا في حاله، ولما نيجي نتكلم عن المكان نفسه نقول المكان ده بالنسبه لي حاله، وبيبقى مرتبط معانا بذكريات بمشاعر معينه. اسوان مدينه حالمه، مدينه ساحره، مدينه مميزه، بس ايه اللي بيختلف في محافظة أسوان عن محافظات تانية كتير موجودة في مصر؟ مش هقول في دول العالم، دول العالم احنا عارفين قد ايه السياحة في مصر بتجذب كل السياح، ودايما بيحسوا ان في حاجة مميزة بتشدهم مرة واثنين وثلاثة وبيرجعوا تاني للمدن او للجمال اللي هم شافوه وعاشوه على ارض مصر. النهاردة تعالوا نقرب شوية من أسوان ونشوف ايه اللي بيميزها عن كل المحافظات، ايه الجو الشاعري والحالم اللي موجود فيها، القوارب ونهر النيل وضفافه والجزر النباتية والتفاصيل الكتير قوي للي ما راحش محافظة أسوان وما شافش الجمال ده. النهاردة من خلال كلامنا في الفقرة دي بندعوه انه ياخد القرار ويروح يشوف قد ايه في قطعة جميلة وساحرة موجودة في مصر. بيسعدني وشرفني يكون ضيفتي دكتور ميرفت حسين خليل، خبير سياحي ماجستير الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الفل. نورانا واهلا بيك. ده نورك. صباح الفل. ربنا يخليك يا رب. عندنا حاجات جميلة أحيانا إحنا ما بنكونش شفناها، فلما بنتكلم بنتكلم من خلال السمع. يعني النهاردة عايزين ناخد كل المشاهدين اللي معنا ونخليهم يشوفوا جمال أسوان. إيه أسوان ليه حالة كده مختلفة؟ بلاد الذهب تسمى، يعني الناس يقولوا بلاد الذهب، هي فعلا رملها ذهب. أسوان عامة بلد مشتى زي الأقصر وأسوان، يقول لك الأقصر أسوان أنا مرتبطين ببعض جدا، مع إن الفرق بين الأقصر وأسوان 3 ساعات زي القاهرة وإسكندرية. يعني الناس ما يعرفوش المعلومة دي. ده الترابط محسس الناس إن إحنا يعني هو شارع مثلا نص ساعة مثلا أكون في أسوان. لا بالعكس، هو 3 ساعات ما بين الأقصر وما بين أسوان. بلد مشتى، بلاد الذهب، قطعة ذهبية على أرض مصرية أنا بسميها كده، بتحتوي التاريخ والحضارة والعظمة والحضارة الفرعونية والحضارة القبطية والحضارة اليونانية، عدة حضارات في أسوان طبعا. طبعا يعني الفراعنة طبعا، بداية المعابد الجميلة، النيل الجميل، أغا خان، غرب سهيل، كل دوت، كاتاركت، ليها أماكن مميزة. أسوان تعتبر من أفضل الأماكن اللي موجودة في مصر، كبلد مشتى، كبلد سياحي علاجي، كمكان تاريخي وحضاري للثقافات حول العالم، بتيجي تتفرج على حضارتنا وعظامة المصريين القدماء والحضارات التي مرت بأسوان كلها. كل حد جه في أسوان ساب بصمة. طبعا رمز الصداقة، السد العالي، خزان أسوان، كل الأماكن ديت. فلنا ما أجي أتكلم عن أسوان بداية كده هو برنامج سياحي تاريخي، يعني السياحة ما بيجوا أسوان بيجوا المعابد والسد العالي والأماكن ديت، بس ما يعرفوش إن فيها معنى علاجي قوي جدا، إن أنا أروح إن أنا أتعالج فيه. أتعالج. ده نوع مهم من أنواع السياحة الموجودة في أسوان. طبعا السياحة العلاجية هي بتضم كذا كذا نوع أنماط سياحية. يعني خلينا نتكلم طبعا عن الحاجات الأنماط السياحية الموجودة في السياحة أسوان. العلاجية، السياحة الثقافية، السياحة الترفيهية. طبعا في الأونة الأخيرة الناس ما تعرفش إن أسوان مكان علاجي أو محافظة علاجية، لا هي مكان علاجي، فيها مركز مجدي يعقوب للقلب لمعالجة الأطفال. الدكتور العظيم مجدي يعقوب اختار المكان دوت عشان إن جو أسوان أصلا لو حضرتك استنشقت الهواء بتاعه هواء نقي جدا، مفيش مصانع هناك، مفيش عوادم سيارات قوية زي القاهرة، فاختار المكان دوت عشان الأطفال ومرضى القلب، الربو، الأمراض الصدرية. ده اختياره بقى ما كانش كده وخلاص، يعني مجرد أن الناس هنا تقول ده ليه في آخر الدنيا، يعني ليه مكان المركز ده مش في القاهرة. بالعكس، العالم الكبير مجدي يعقوب تفنن في اختيار المركز طبعا، ويعتبر أكبر مركز على مستوى مصر ومستوى العالم طبعا. ودكتور مجدي يعقوب ليه بصمة في الطب طبعا، أنا عن نفسي أوجه له تحية بصراحة، ليه كل التحية والتقدير. كل التحية والتقدير طبعا. أن الطفل أما بيخرج من عملية عايز جو نقي، عايز جو فعلا فيه هدوء، عايز جو ما فيهوش ملوثات عوادم طيارات، يعني عوادم سيارات او الكلام ده كله، فاختار المكان دوت عشان الاطفال. يبقى اختياره صحيح. هنيجي بقى نتكلم بقى عن الامراض التانية، الامراض الصدريه والربو،
طبعا ان اسوان اعشابها والاعشاب الجميله اللي بيستخدموها بلاد النوبه واسوان بتشفي العديد من الامراض. رمال اسوان بتشفي العديد من الامراض زي الروماتيزم والروماتايد والبهاء والصدفيه. كل ده الناس ما تعرفش. جزيره اليفنتين وجزيره ايزيز في جزر كتير قوي وسط الميه. الجزر دي بتحتوي على العديد من النباتات الطبيعيه، ان ممكن ان انا استخدم عشب منهم وان انا اخلطه بالدمسيس او اخلطه بالحلف البر او اخلطه باي نبات موجود في اسوان بيشفي العديد من الامراض. سياحة علاجية، هجيب بقى أنماط سياحية مستحدثة زي السياحة العلاجية في أسوان، بدل بقى ما السائح يجي بقى يتفرج على الآثار بتاعتنا الجميلة والتاريخ بتاعنا رجع يتعالج، هيجي بقى يتعالج. يعني هنعمل بقى فوكس على محافظة أسوان والأماكن السياحية اللي موجودة في محافظة أسوان، وإن أنا أنوع البرنامج السياحي بتاعي. أنا هتكلم معاكي عن الحاجات التانية غير السياحة العلاجية، أنواع السياحة التانية إيه اللي موجود فيها، عشان برضو اللي رايح يبقى معاه البرنامج السياحي من هنا من هو بيتفرج على البرنامج معانا. لكن ليه احنا مش قادرين نوصل الجمال اللي احنا بنتكلمه او نوع مهم جدا من انواع السياحة نسوق له بشكل صحيح لقطعة جميلة زي أسوان؟ اول حاجة طبعا احنا ما عندناش تسويق جيد، لا يوجد تسويق جيد. ما فيش انا اعرف المجتمع المحلي بقيمه السائح اللي جاي لي او بقيمه الاحتكاك الجنسيات بينا، ان انا لازم اعرف البلده بتاعتي قيمه السائح دوت. اولا يعني بيخش لمصر بقى دخل كبير اقتصادي لمصر، ان السائح لما بيجي بقى يزور بلدنا بينفق، بيقعد بقى في فنادق، بيأجر بقى فلوكه، كل ده انفاق للدوله بتاعتنا. عايزين تسويق صح، عايزين نقول ان احنا عندنا برامج سياحيه بتحتوي على انماط سياحيه كتير قوي. انت بتتكلمي دلوقتي على التسويق داخليا، تسويق محلي، بس بقى ما اتكلمناش على التسويق العالمي. العالمي احنا عندنا دولي. مشكله في التسويق المحلي، الناس نفسها أكيد. هنا مش عارفه هي عندها قيمه الاثر، ما تعرفش قيمه الاثر، ما تعرفش قيمه الحضاره. ان انا لازم عندي وعي لدى المجتمع المحلي للمقصد السياحي المصري، ان انا بقى استخدم السوشيال ميديا، استخدم الفيسبوك، استخدم تويتر، استخدم السوشيال ميديا عامه، اطبع كتيبات وزي بروشور كده صغير لمكتب استعلامات صغير كده هوت في المدينه بتاعتي. نمسك بقى الوزارات المعنيه، وزاره التربيه والتعليم العالي، تنوي بقى للطلبه في كليات السياحه وفنادق على مستوى الجمهوريه، على مستوى معاهد مصر، على مستوى الطلاب بقى في المدارس، اخد بقى رحله كده هوت للاطفال بتوعي واقول لهم تعالوا احنا رايحين النهارده رمز الصداقه في اسوان، يعتبر من الاماكن الاثريه العريقه جدا في اسوان، خزان اسوان والقيمه الاثريه لخزان اسوان، وامتى ان هو يكون اتبنى وايه الاهميه. لازم اعرفهم فين السد العالي وازاي ان هو اتبنى وبيخزن قد ايه محتواه. ما بيسمعوا بس ما شافوش ده. ما شافوش بالظبط كده. ان انا اخد بقى الرحلات او ان انا اعمل بقى طبعا رحلات للاقصر واسوان بقى وادعمها، يعني الموضوع بيبقى مكلف لو اسره مكلف. راحت من القاهره، من اسكندريه، من اي محافظه تانية عشان تروح لغايه اسوان، محتاجه اقامه ومحتاجه اجازه ومحتاجه فلوس. فلو احنا دعمنا ده لاننا نقدر نسوق على المستوى المحلي هنا هيفرق كتير. اكيد طبعا هيفرق كتير جدا. كمان ان انا عايزه اعرف للمجتمع المحلي قيمه الاثر، ان احنا عندنا حضاره نعتمد عليها، حضاره اتعلمنا منها كتير جدا، الحضاره الفرعونيه والحضاره القبطيه والحضاره الرومانيه والبطلمه، دي عصور اتعلمنا كتير منها. عندنا مقابر جميله جدا، عندنا ضريح اغا خان. نيجي بقى قصه اغا خان والسلطان محمد شاه كده، اما نيجي نتكلم عنه، السلطان محمد شاه اول زياره ليه لاسوان كان جاي من معاه حاشيه من الفريق الاسماعيلي لزياره محافظه اسوان، انبهر بجو أسوان والنيل والفلوكة، وكان جاي على كرسي متحرك. فقابل شيوخ في أسوان اللي هي بتعالج بالأعشاب الطبيعية والكلام ده كله، قالوا له ممكن حضرتك إن ندفنك في الرمال لمدة ساعات لعل إن المرض الروماتيزم أو روماتايد إن هو يعني إيه يتعالج منك. جو أسوان بيساعد طبعا. تمام. وفعلا قعد برنامج أكتر من أسبوعين لفترات طبعا زي ما الدكاترة قالوا له والشيخ قالوا له، وفعلا تم شفائه تماما من الروماتايد والروماتيزم اللي كان في رجله. مشي من أسوان، طلب من محافظ أسوان إن هو يبني الاستراحة اللي هي تسمى ضريح أغا خان، أعلى قبة أبو الهوى ده في جبل أسوان. أول ما تنزلي كده من محطة القطر بتلاقي جبل أبو الهوى. هو موجود في اتعرض في كذا مسلسل.
طبعا جبل ابو الهوى دوت عليه قبه صغيره كده اسمها قبه اغا خان. ده مكان ضريح حتى الان السياح بتقصد الضريح دوت وبتروح تزوره كمكان سياحي ويعرفوا قصه، فهي سياحه علاجيه. ليه ما ان انا ما ادخلش اغا خان من ضمن البرامج السياحيه؟ عندنا المتحف النوبي، ده متحف رائع جدا، يعني مش عايزه اقول لك قمه الجمال والروعه والتصميم. يعني ان انا بقى اتكلم بقى عن متحف النوبه ومتحف اسوان، ده مش عايزه اقول لك عامل ازاي، ان عروض القطع الاثريه جميله جدا. التراث الشعبي والنوبي، التراث الشعبي يعني والنوبي ده مفتقدين، ده قطعه مننا، جزء مننا، من جزء تاريخنا، جزء مننا، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني تعالى بقى شوف تراث بلدك، تعالى شوف اسوان الجميله وزور وشوف المتاحف. نيجي يعني بقى نتكلم عن غرب سيل. غرب سيل دي اللي طبعا ناس انت بتشوقيني وانت بتتكلمي كده، يعني الحديث نفسه اخدك عن الحاجات في رحلة دي يا استاذه هبه، ايه رايك اخدك في رحله؟ احنا كمان ناخد الناس معانا في رحله بالصور بقى عشان نتفرج على خلاص لو في بصور او حاجه. ده معبد فيلا ادفو، ده موجود في جزيره في وسط الميه اللي هو في تمثال حورس. تمثال حورس ده طبعا صرح عظيم من المعابد اللي موجودة في أسوان، حاجة كده رائعة. طبعا ده عند فندق كاتاراكت، يعني الصورة متاخدة من فندق كاتاراكت، يعني حضرتك موجودة في فندق كاتاراكت وبتاخدي الصورة ده دي. ده المشهد منه المنظر منه. منظر النيل كله طبعا والجزر في وسط المية. الطريق ده بيبقى ويوديكي بقى على جبل أبو الهوى، بيوديكي طبعا على غرب سهيل، بيوديكي بقى على البيوت النوبية الجميلة. في صور تانية، دي أسوان طبعا، دي جزيرة في النص. الجزيرة دي فيها فندق قيم جدا، الفندق بياخد الواجهة كلها بتاعت أسوان، يعني بتقعدي في الفندق بتشوفي أسوان من حولك. المكان دوت، دي أسوان طبعا بالليل، يعني جبلها وهي بالليل طبعا بالإضاءات. ده أهو ده جبل أبو الهوى اللي أنا بتكلم عنه، بالليل بقى رائع، الجبل ده كله بينور. اللي فوق دوت قبة أبو الهوى، ضريح اغا خان، اعلى جبل ابو الهوى، ضريح اغا خان اللي انا حكيت قصه نص الجبل دي، في نص الجبل ده. الضريح ده اتبنى طبعا عشان كانت استراحه يرتاح فيها، يعني يعمل العلاج بتاعه ويرجع للاستراحه. بس قصه قصه محمد شاه مكتوبه في 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 الضريح، في الضريح نفسه ازاي جه وتعالج طبعا ده ادفو بقى من الخلف، يعني لإله حورس طبعا. ده مكان رائع جدا، بنوصله عن طريق الفلوكه كده في الميه عشان طبعا ما فيش اي حاجه حواليه، يعني جزيرة. دي الوسيله الوحيده اللي تخلينا نروح له الفلوكه بس. طبعا النايل كروزر، احنا بنرسي في النايل كروزر في المرسى السياحي في اسوان، بعد كده بناخد فلوكه بقى بنروح الاماكن ديت، بنروح ادفو، بنروح معبد فيله، بنروح كاتاراكت، بنروح غرب سهيل. ده مكان لوحده عايز يوم، غرب سهيل ده ضريح اغا خان عن قريب. احنا عنه دلوقتي بس يعني عن قريب بقى، هو حاجه جميله. يعني الجبل دوت اول ما بتطلعي كده من 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 محطه القطر، لو وصولا بالقطر بتشوفي اول حاجه جبل ابو الهوى. يعني هو ناس بيسموه جبل الحلال نسبة لمسلسل محمود عبد العزيز لما تسلق الجبل. أيوة. يقول لك لا ده في أسوان اسمه جبل الحلال، لا هو المسلسل اسمه جبل الحلال بس هو كان في جبل أبو الهوى. ده غرق الآثار المصرية تبع فيضان نهر النيل، طبعا تم التعاون مع منظمة اليونسكو العالمية لإنقاذ الآثار، إنقاذ الآثار المصرية طبعا، وتم تفكيك معبد أبو سمبل كاملة. الحقيقة يعني كانت خطوة يعني أنقذت جزء مهم جدا. أربع سنين جدا أربع سنين تفكيك طبعاً. المعبد ده فيلة بصي رائع وجماله، بضم بقى كذا حضارة، الحضارة الفرعونية الجميلة والحضارة الرومانية الرائعة والعصر البطالمي الجميل قوي في النقوش اللي موجودة في أعلى المسلة. بصي حضرتك كده زهرة اللوتس مع لمسة من العصر الروماني والبطالمي مع بعض، يعني حاجة رائعة، تداخل. يعني احنا طبعًا مش بنتكلم في كل مكان بيحمل حضاره واحده، ده في لا حاجات لا بتحمل اكتر من حضارة سنه. ده احنا عندنا عايزه اقول لك في يعني عندي معبد الاقصر بضم اربع حضارات، حضاره قبطيه مع حضاره اسلاميه مع حضاره فرعونيه مع حضاره يعني حاجه كده تشوق جميل. عند معبد الملكه نيفرتاري دوت ست تماثيل لواجهه المعبد، اتنين لسكند رمسيس واربعه للملكه نيفرتاري.
ده اللي عمله تقديس لزوجته الجميله نيفرتاري، هو بيحبها قوي، بنى لها معبد، يعني اول معبد يعتبر من 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 ان ملك يعتز بزوجته قوي كده، بيعمل لها معبد مخصوص باسمها. اه طبعا ده إيه؟ طبعا زي حضرتك كلبشه. كلبشه ده تم غرق المعبد ده بالكامل، وتم انقاذه من منظمه اليونسكو العالميه. طبعا زي ما انا قلت لك ان تم تفكيك وجهه معبد ابو سمبل مع المعبد بالكامل، انقاذ الاثار استغرق 4 سنوات، من ضمنهم المعابد اللي في وسط الميه، ادفو وكلبشه وكومومبو، يعني كل الثلاث معابد اتفكوا تم انقاذهم. طبعا، وان انا امسك المعبد بقى واني انا ارجعه تاني، دي حاجه جميله. لدرجه كان تعامد الشمس يوم 21 ويوم 22 يوم ميلاده ويوم تتويجه، يوم طبعا رائع، ولم يكتشف حتى الآن سر تعامد الشمس. أنا لسه أقول حاجة كده، الناس يعني لغاية النهاردة ما فيش حد فاهم السر ده ولا قادر يوصل له، ولا هنوصل له. الحضارة المصرية القديمة بها ألغاز، احنا اتعلمنا الفلك والطب والهندسه والعلوم من الحضاره الفرعونيه، وبرضه مش قادرين نوصل لاسرار لا خالص، ولا بناء الاهرام حتى الان، ولا سر التحنيط، ولا انقاذ معابد ابو سمبل. يعني احنا غيرنا مسار المعبد وغيرنا واحنا رجعناه، يعني هو كان المعبد تحت الميه، تم تفكيك بقى المعبد وانقاذ الاثار من منظمه اليونسكو، وان انا اكمل معبد تاني وان انا احطه بقى، ويا سبحان الله يجي بقى تعامد الشمس على قدس الاقداس في نفس الميعاد في نفس المكان، حتى بقى رغم ان اتغير المكان. حيرت العلماء ان في القيمه الاثريه الجميله ديت، وفي الاخر يعني بصي المعابد دي تخيلي كانت كلها تحت الميه، كلها تحت المياه، يتم تفكيكها ووضعها تاني وانقاذها. هو معبد كده اللي تم انقاذهم؟ هو انا على نفس الصوره، يعني منظمه اليونسكو دي تعتبر من اكبر المنظمات العالميه طبعا لانقاذ الاثار في العالم. ان احنا بقى مصر تستنجد بيها، بصي كل يعني المياه محاوطه كل الاثار، كل الاماكن، يعني ما ده من روعه وجمال اسوان، اللي هو المياه يعني واخده المحافظه، واخده كل الاثار محاوطاها. انت كل ما بتمشي بتلاقي حجر، ده حورس. ده حورس اللي رسمه بكار، من اللي رسم الحورس بكار. ده انا يعني الناس اغلبته عرفته من مسلسل بكار. ودي بقى من الحاجات الجميله اللي قدرنا ان احنا نوصل بيها حتى للاطفال، سابت بصمه للجيل بتاعنا كله. سابت، يعني حضرتك كنت بتتفرج عليه وانا كنت بتفرج عليه، انا بحب المسلسل ده، بس لما رسم الحورس بقى ورفع الرسمه كده واخد احلى رسمه، هو بصراحه كان هادف جدا مسلسل بكار بصراحه. يعني بصي حضرتك رمسيس الثاني ده بقى، يعني الصوره دي انا بحبها جدا، ده معبد رمسيس الثاني، 4 تماثيل على الواجهه، بصي قاعد ازاي بينظر للابديه. طبعا ده شرح المعبد بقى لجوه، بصي كلبشه بقى والبقايا بقى، دي الصوره دي قديمه جدا قديمه جدا، ده البقايا يعني نص المعبد في تحت الميه، ده قبل انقاذه. يلا يعني كان منظر صعب جدا. يعني نيجي كده هو نتكلم بقى عن الاثار، هتلاقي اسكندريه كلها في مشاهده الاثار المصريه تحت مياه البحر المتوسط، موجوده حاليا. صحيح. وبيتم انقاذ ال 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 القطع الاثريه وعرضها في المتاحف، فان احنا ننجح كان ممكن توصل اسوان انها تكون زي اسكندريه، بان معظم اثارنا تبقى بالظبط لو ما كناش استعنا بمنظمه بالزبط. اليونسكو، منظمه اليونسكو تعتبر من اهم واحسن المنظمات لانقاذ الاثار، يعني بتبعت لنا بعثات عشان تنقيب الاثار، بتبعت لنا لو في ترميم للمعابد بتاعتنا، معبد الكرنك، معبد الاقصر، هابو، الرمسيوم، اسوان والاقصر مليانين. يعني اكتر من ثلث اثار العالم، يعني انا نوهت وقلت ان الاقصر واسوان اكثر من ثلث اثار العالم، رغم الـ يعني الترابط زي ما احنا قلنا بين الاقصر واسوان مع بعض طول الوقت، رغم ان في مسافه 3 ساعات في الوقت عشان نروح من هنا لهنا. لكن كمان المشاعر والاحساس من الاقصر لاسوان اكيد كمان مختلف تماما. ايه بقى بتتحف اسوان اكتر من الاقصر؟ يعني ناس يقول لك ايه اسوان احلى من الاقصر، يعني في ناس كتير قوي اللي راحت الأقصر وراحت أسوان بيرتاحوا أكتر، الطيبة أكتر، الجو
الجو نقي جدا لأبعد الحدود، بتروحي بيحصل لك كده حالة من الاسترخاء الطبيعي خالص، عايزة كده ان انت تقعدي كده تبصي للنيل وبس. والله فعلا يعني اي حد بيسمعنا وما خدش تور كده في اسوان وشتى السنة دي في اسوان يبقى ما راحش اي حتة في مصر. الفسحة بقى في اسوان وسط النيل، جزيرة النباتات. جزيرة النباتات احكي لنا بقى شوية عليها. النباتات دي في الأقصر. في الأقصر هم، وجزيرة الموز في الأقصر. لكن الاجواء بقى وانت ماشيه في النيل في اسوان، يعني الواحد بيقابل كده اكيد حاجات حلوه وهو ماشي في المركب. جميله. بصي حضرتك الكروزه بترسي على مرسى اسوان، وبنبدا بقى نعمل تور للاماكن ان احنا نروحها، وباخد لانش بيوديني المعابد اللي وسط الميه زي كومومبو، زي ادفو، زي رمز الصداقه اللي مش هينفع نروحها يعني كده بمواصلات او حاجه. لا وغرب سهيل بقى، غرب سهيل اكنك رحت المغرب وتونس. الاماكن النوبيه والبيوت النوبيه اللي مرسوبه بالاحمر والاصفر والابيض والازرق، التكنيكالر كده، الالوان اللي بيدي راحه كده للعينين، جميله جميله. تحسي كده تروحي غرب سهيل تتغدي بقى، تقعدي كده على ضفاف النيل وتتغدي بقى كده وتسمعي الفلكلور الشعبي النوبي، الاغاني الجميله. فما تروحي بقى اسوان لازم يعني تستمتعي بكل وقت انت بتروحيه. عندنا برامج سياحيه متنوعه، عندنا سياحه علاجيه، عندنا سياحه ثقافيه، عندنا سياحه ترفيهيه، ان انا ممكن ان انا اخد بقى السائح واعمل له زي عرض صوت وضوء كده رائع في معبد كومومبو ولا معبد ادفو، يجي بقى بالليل بقى زار المعبد الصبح، بالليل بقى نعمل ايه بقى عرض صوت وضوء كده. ده بالفعل موجود ولا موجود؟ يعني بالفعل ده موجود، هو موجود بالفعل في البرامج، بس الناس السياحية. ما تعرفش. الناس ما تعرفش، احنا بقى بنتكلم عن تسويق وتنشيط السياحه في محافظه اسوان، ونعمل بقى فوكس عن اسوان الجميله. اما نيجي بقى نتكلم عن القيمه الاثريه لاسوان، هنقعد بقى نقول ايه اسوان الجميله، اسوان اللي فيها انواع وانماط سياحيه مستحدثه كتير قوي، وممكن ان احنا نستغلها. لكن بيتعمل عروض الصوت والضوء ده فعليا موجوده فعليا في اسوان؟ احنا زي ما حضرتك بتقولي بنعمل فوكس، بنقول ايه الحاجات اللي بالفعل موجوده وايه الانماط السياحيه الجديده اللي ممكن يعني تدخل أكيد تستحدث هناك. فأنت برضو من وجهة نظرك إيه ممكن من أنماط السياحة الجديدة؟ ممكن إن أنا بقى أدخل بقى السياحة العلاجية. الناس يقولوا مركز قلب مجدي يعقوب، يا جماعة ما هو مش هو بيعالج القلب وكل حاجة، بس في حاجات تانية، الأعشاب الطبية النوبية اللي الناس ما تعرفش قيمتها، الدمسيس ده للمغص الكلوي، الحلف بر للكحة والبرد، دي أعشاب بتنمو على ضفاف نهر النيل وبتتباع. يعني يقولك أنا عايز أجيب سوداني من أسوان، أنا عايز أجيب حنة من أسوان، أنا عايز أجيب أعشاب من أسوان. أعشاب أسوان والتوابل بتاعتها نقية جدا وحلوة قوي. يعني بص أحلى أحلى حاجة الأعشاب اللي موجودة في أسوان، جميلة رائعة ما تفوتهاش. لو رحت جيبي كركديه من هناك، لو رحت تجيبي الاعشاب من هناك مش هتندمي، حاجات طبيعيه وبتجيب نتيجه. يعني احنا بنقول للناس ايه، مش يعني في ناس تقعد تجرب بقى هنا، لا 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 لا، تجيب اعشاب وتجيب من العطار وتغلي ده وتشرب ده. اللي قاري وفاهم فعلا عندنا الاجانب. الاجانب بتيجي بتقطع المسافه دي كلها وتقعد 10 ايام 15 يوم ما بين الاقصر واسوان بقى، بتستمتع بمعنى الكلمه. يعني عندي جنسيه السائح الالماني دوت بيحب القرايه والقرايه زي عينيه، يخش كده المعبد كده وماسك الكتاب ويفصص بقى الحيطه، يعني يمسك ويسال بقى الجايد ايه ده، دي وليه، دي وليه الملك كتب هنا، وايه قيمه المعبد دوت، اتبنى امتى، اسئله يعني مش عايز اقول لك. حابب يعرف، حابب يعرف. انا بقى قمت يقولوا احنا قمت الاثار المصريه العظيمه ديت وما راحش ازورها، ما راحش اعرف ايه الانماط الجديده، ليه ما ندركش بقى ونسوق صح من قبل وزاره السياحه، هيئه تنشيط سياحي، الاماكن المعنيه، وزاره التربيه والتعليم العالي، الجامعات، الطلبه، البرنامج من هنا، كل ده ده اللي انا بتكلم فيه. نسوق برضو ازاي؟ يعني احنا عايزين دلوقتي نقول حاجات عمليه، احنا الواحد فعلا يبقى صعبان عليه جدا ان عنده يعني الجمال ده كله ومش عارف يسوق له. وشفنا في اكتر من مره ناس يعني لعيب كوره، حد من الفنانين العالميين في زياراتهم لمصر، مجرد انه يجي يتصور عند الاهرامات، انه يروح اسوان ويقول انا موجود في الحته الفلانيه، يطلع لايف على صفحته على الفيسبوك من هو هنا، دي اقل دعايه، دي فرقت كتير. احنا بقى احيانا ما بنعرفش نستغل الزيارات اللي بتحصل دي هنا بشكل كويس ونسوق بيها. بالزبط. نعمل ايه يعني من وجهه نظرك؟ هنا المفروض وزاره السياحه عليها دور، وفي مؤسسات تانية زي ما كنت بتقولي كده المفروض انها تساعد، السياحي وزاره التربيه، كل واحد بيبدا من نفسه. طيب. انا مثلا على صفحتي كمصريه
احنا خير سفره لبلادنا. انا بحب الجمله دي وبكررها كتير جدا في البرامج بتاعتي. انت خير سفيره لبلادك. ايه من ناحيه بلدك ان انت ممكن تقدمي عشان تنشطي السياحه؟ صح، ارفعي صور على قد ما تقدري، قولي افكار، قدمي مقترحات. يعني ممكن تروحي وزاره السياحه تكتبي المقترح اللي انت عايزاه، وانت ممكن تعملي ايفنت في المكان ده تظهري القيمه الاثريه والتاريخيه. نعمل سياحه مؤتمرات في اسوان، في فعلا مؤتمرات بتقام، بس ما بتبينيش ان المؤتمر دوت. اجيب لي مثلا خلفيه معبد ابو سمبل ورايا، معبد نيفرتاري، اعمل للمؤتمر في معبد كومومبو. تقصدي مثلا لو شركه معينه وحد عنده مؤتمر، عنده شركات كتير بتعمل مؤتمرات وندوات ليها وللعملاء بتوعها، يبقى تفكر انها ليه ما تكونش في منطقه كده او محافظه زي اسوان؟ في تدعيم من الدوله. لو انت رحتي مثلا عملت ايفنت مثلا في معبد ابو سمبل ولا معبد، تقولي اه بعيده، هشحطت العملاء، هشحط. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. في انت بقى رايحه الهدف ان انت تعملي ترويج صح للمثلا البراند بتاعك ايا كان، وبتظهري القيمه التاريخيه لبلدك. وهيكون في مساعده من طبعا طبعا وزاره السياحه وهيئه التنشيط السياحي، الدعم طبعا للايفنت بتاعك. وده تنشيط سياحي لمصر، ده احنا كده بدأنا بنفسنا من قبل شركات والبراندات اللي موجودة في مصر. يعني بلدنا ما تستحقش ان هي تقعد كده، لا، مصر على الخريطة السياحية الدولية وما زالت. بس احنا عايزين اعداد سائحين اكبر بعد احداث طبعا 2011. طبعا قلت نسبه السياحه عندنا، اثرت كلها، بس طبعا احنا عايزين بقى نقوم من اول وجديد، نقول بقى احنا عندنا سياحه صح، عندنا اماكن سياحيه صح، عندنا تسويق سياحي صح، كل دوت، وعندنا امان. يعني في امان. السائح اللي بيجي دلوقتي رايح يقضي، احنا داخلين على الشتاء خلاص، داخلين على اجازه نص سنه، سواء المصريين او الاجانب، اللي رايح يقضي الاجازه بتاعته في الاقصر واسوان، منتهى الامان ومنتهى الاستمتاع. بالظبط كده. طبعا حضرتك قلت نقطة مهمة قوي، الأمان. أي سائح بيقصد المقصد السياحي المصري، الأمان، لازم يفيه استقرار أمني. والحمد لله إحنا وصلنا في أمان، بقى بنمشي في شوارع بهدوء، الحمد لله في استقرار للبلد وفي تقدم. يعني إحنا بقى بنتكلم، لا، الحمد لله وفضل الله، مصر ربنا حميها اليوم الدين طبعا. ونستغل بقى الأماكن السياحية الرائعة، ونستدرج بقى الأماكن السياحية اللي المفروض تتحط صح على الخريطة السياحية، زي سينا وجمال سينا وآثار سينا، الأديرة اللي موجودة، المساجد اللي موجودة، الأماكن اللي فعلا إن إحنا ممكن نعمل ترويج سياحي صح. احنا بلدنا مليانه. لو حبينا نقول حاجه ايجابيه كده للناس، واحنا يعني الوقت خلاص ابتدى يجري مننا، ان نسبه السياحه ونسبه الاشغال السياحي عندنا الحمد لله ممكن مش هي دي النسبه المرجوه، لكن في تقدم وفي تحسن. فبرضو يعني تفرحي الناس، تقولي لهم احنا نبدا بقى بنفسنا. نبدا بنفسنا من خلال البرنامج بقى، نبدا بنفسنا. المعلومات اللي احنا قلناها ديت، الحاجات دي اكيد حد بقى يجري بقى يعمل سيرش عن اسوان، جمال اسوان، وياخد تور بقى للرحله ديت. دي ناحيه ايجابيه. يعني اعرف بلدك، اعرف قيمه الاثر والحاجات الحلوه ببلدك بس. يعني مصر تستحق اكتر من كده مننا، وان احنا ننشط السياحه كده. يعني هدفي ان انا اقول ان عندنا اماكن سياحيه على اعلى مستوى، عندنا اماكن ينفع ان احنا فعلا نزورها ونفتخر بيها قدام الحضارات كلها. وفي يعني اعتقد مجموعه من الافكار، بمناسبه انك اتكلمتي عن مشاركه يعني الكل في ان احنا نروج للسياحه او لمحافظه اسوان وغيرها من المحافظات الجميله، زي وزاره الشباب مثلا، قد ايه ممكن تهتم وهي ليها دور؟ هي ليها دور فعال فعلا في بيوت الشباب واستقبالها لاسر والشباب والرحلات وشباب الجامعات، تزود بقى باسعار اكيد اقل من الفنادق. عايزين بالزبط. ده يكون اكتر، ده يكون اكتر بقى، وان انا بقى امسك بقى اجيب مرشدين على مستوى عالي تشرح للطلبه الاماكن ديت. يعني هي دورها وزاره الشباب والرياضه فعلا بتقوم لرحلات للاقصر واسوان، للاماكن دي كلها. نجيب بقى وزاره التربيه والتعليم العالي تعمل بقى رحلات رمزيه لطلبه كليات السياحه وفنادق ومعاهد السياحه وفنادق على مستوى مصر. دي بقى كل جهه معنيه تمسك تخصصها. للاسف لما نلاقي خريج سياحه وفنادق وما يعرفش حاجه لا عن الحاجات دي، لا صعب طبعا، صعب شيء صعب. هي لازم ندرس المناهج بتاعتنا تكون مناهج متخصصه، يبقى ما يروحش يتفاجئ بسوق العمل مش ان انا درست حاجه وان انا اتفاجئت بسوق العمل بحاجه ثانيه. والتوفيق ان شاء الله. ده بيحصل في مجال السياحه. بيحصل كتير جدا في مجال السياحه. انا ما بقولش حاجه يعني زي كده، بس ان انا بقى وزاره التربيه والتعليم ليها دور، وهيئه التنشيط ليها دور، وزاره السياحه ليها دور، وزاره الشباب والرياضه ليها دور، كل الجهات المعنيه، كل واحد يمسك تخصصه بقى ويشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر ننميها، ايه اللي احنا نقدر، نقاط القوه والضعف اللي احنا ممكن نقدر نيجي عليها. اقدر ان انا اقوي نقط الضعف؟ لا، اللي عندي لا اخليها مركز قوه،
امسك بقى الطلبه وان انا اهلهم ان انا ممكن عندنا اقسام كتيره عديده في كليه سياحه وفنادق هنا في مصر، قسم الارشاد، قسم دراسات سياحيه، قسم الفنادق. قسم الفنادق يروح الفنادق ويتدرب ويتعلم الاسس، قسم دراسات سياحيه شركات الطيران والتور اوبريتور، ان انا اعرف ان انا انظم برنامج سياحي صح. مرشد سياحي بقى ان انا ازود كذا لغه. ليه المرشد يشتغل انجليش بس ولا فرنسي بس ولا ايطالي بس؟ لا، انمي كذا لغه عند المرشد الواحد يكون بيمتلك اكتر. بالظبط كده، عشان لو حصل عجز في اي جنسيات، يعني ممكن يجي لي مثلا السوق اللي جاي مثلا سوق شرق اسيا، هنقعد بقى ندور على الناس اللي بتتكلم صيني بقى وياباني ولا كوري؟ لا، لازم تعرف كذا لغه. وده بقى من قبل بقى الدولة ان هي فعلا تنمي صح. وده من جمال محافظات الأقصر وأسوان. طبعا لما بنشوف ان حتى الأطفال الصغيرين كده من غير ما يبقوا لسه دخلوا مدارس وما يعرفوش حاجة بيتكلموا اكتر من لغة وحراس المعابد بقى والنايل كروزة والناس البياعين العاديات والبازارات، مش عايزة اقولك ممارسة رائعة. الناس دي ولا اخدت كورس ولا دفعت ولا كورس ولا دخلت الممارسة. اصلا مدارس صحيح، وممارسة كده رائعة في الأماكن. حتى في الأهرامات بتلاقي ناس بيتكلموا لغة واثنين وثلاثة وأربعة، ودي حاجة كويسة، حاجة بتخدم برضو البلد طبعا. بس عايزين بقى واجهة، حاجات بقى تنمي الطبقة دي، لان احنا ننميها صح كده، وتابعه بقى لوزاره السياحه وهيئه التنشيط السياحي. ممكن نستغل الاطفال دول او الشباب دول اللي بيتكلموا اكتر من لغه، بدل ما احنا سايبينهم يعني مع نفسهم بيحاولوا انهم يعني يسترزقوا بطريقتهم. طب انا ممكن اخليهم برضو يساعدوا معايا واستفاد منهم. بالظبط كده، ان انا بقى استغل الاستغلال الامثل. صحيح، اكيد طبعا. رسالتنا الايجابيه جدا واللي اسعدتني النهارده، اتمنى انها تكون وصلت لكل واحد بيتفرج علينا النهارده، يعتبر من نفسه انه مسؤول انه أكيد. يروج خير السفير لبلده بقى، زي ما خير السفير لبلده. سعدت بوجودك معايا دكتور ميرفت حسين خليل، نورتيني وشكرا لك. انا بنور حضرتك وانا مبسوطه، وصباح الفل على حضرتك. صباح النور عليك. نخرج مع حضراتكم دلوقتي الفاصل، وبعدها نرجع نتكلم عن ازمه دير السلطان وتاريخه واهميته بالنسبه للكنيسه المصريه.